عمر تيفي. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما قضيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي عراق وفي روهينيا وفي كل بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين، يا غفار اغفر ذنوبنا، يا غفار اغفر ذنوبنا، يا غفار اغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا، يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا، وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع
قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وفي الآخرة حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عمر تيفي.